رئاسة الجمهورية تعبر عن ارتياحها لعودة الانسجام وعودة الهدوء في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتعتبر أن ما حصل من تباين في وجهات النظر هو طبيعي جدا، باعتبار أنه الأمر يتعلق بعلاقة بين المجتمع السياسي وبين المجتمع المدني، ورئاسة الجمهورية تعتبر أن الحل هو دائما في الحوار وفي التواصل بين أطراف المجتمع السياسي فيما بينها فيما بعضها البعض، وبين أيضا أطراف المجتمع السياسي والمجتمع المدني. نقطة أخرى، تلاحظون أنه في هذه الأسابيع هناك إقبال كبير من قبل رجال الأعمال على تونس الذين يأتون لاستكشاف فرص الاستثمار، وهناك مساعي كبيرة من أجل إعادة دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وأيضا التشغيل، وهذه الوفود تأتي بكثافة كبيرة جدا وتستغرق جزءا من نشاط الرئاسي ونشاط الحكومة أيضا. أود أن أشير هنا إلى موقف رئاسة الجمهورية من بعض التعطيلات الإدارية التي تمنع الاستثمارات من أن تبدأ فعلا وأن تؤتي أكلها. السيد رئيس الجمهورية يعتبر أنه لا يمكن أن تنجح الثورة فعلا في تحقيق أهداف التشغيل وأهداف الكرامة إلا بثورة في الإدارة. وعندما نتحدث عن ثورة في الإدارة نتحدث عن ضرورة تقليص آجال العمل على الملفات، وأن يقع المرور بالسرعة القصوى من الاستثمار إلى ثمار الاستثمار. ورئاسة الجمهورية تدعو في هذا السياق المصالح الإدارية أو مصالح الحكومة إلى النظر في المراسيم الضرورية التي يتعين إصدارها من أجل التقليص من الآجال الإدارية لنرى الاستثمارات فعلاً تنتج مشاريع على الأرض، ونرى الاستثمارات تنتج فعلا إمكانيات كبيرة للتشغيل، خاصة وأن هذه الاستثمارات موجودة على أبواب السوق أو السوق التونسية. نقطة أخرى في خصوص الإعلام، رئاسة الجمهورية ترغب في المساعدة في فض الإشكالات المتعلقة بقطاع الإعلام والمساعدة على إيجاد حلول لها، لكن ذلك لا يمكن أن يتوفر له أسباب النجاح إذا ما تم في جو يغلب عليه التشنج والانتقائية وعدم احترام بعض الأطراف لمهنتها والحرية التي تتمتع بها. هناك موقف مبدئي وهو احترام حق التعبير والتظاهر، لكن رئاسة الجمهورية تعتبر أن التجاوزات التي تستهدف تشويه الصحفيين أو تستهدف الصحفيين بالتشويه والثلب في الطريق العام بدعوى حرية التظاهر هي أفعال مدانة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون. نقطة أخيرة في خصوص السياسة الداخلية، تمت في الفترة السابقة زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية سليانة، وكان مصحوبا بعدد من المستشارين خاصة المستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين، ورئاسة الجمهورية برمجت جملة من الزيارات للولايات، وستكون هناك زيارة لولاية أخرى هذا الأسبوع، وسيكون رئيس الجمهورية مصحوبا بأيضا مستشاريه الاقتصاديين والاجتماعيين. في الشأن الخارجي، رئاسة الجمهورية أصدرت موقفا من الأحداث في غزة، وهذا الموقف يرى بالإضافة إلى الإدانة والتعبير عن المساندة الكاملة لإخواننا وأشقائنا في قطاع غزة وفلسطين إجمالا، يرى أن هذا العدوان الذي يعبر عن الطبيعة الصهيونية التي تعودنا بها، هذا العدوان يأتي في وقت حساس جدا، وهذا الوقت أو هذا الزمن أو هذه الظرفية متميزة أساسا بتقدم المصالحة الفلسطينية خطوات إلى الأمام وبتوتر الوضع في المنطقة، ونحن نعتقد أنه هناك رغبة في الاستفادة من توتر الوضع في المنطقة من أجل فرض يعني واقع جديد، ومن هنا جاء الاعتداء على قطاع غزة، ثم أيضا إيقاف مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية. ونحن نعتبر أنه أكبر وسيلة وأهم وسيلة للتصدي لهذا العدوان هو التقدم على درب الوحدة الوطنية الفلسطينية. نقطة أخرى وهي في خصوص الوضع في ليبيا، تونس تساند مساعي أشقائنا في ليبيا،
لاستئناف حياة سياسية عادية، وهي تعتبر أن ليبيا قوية وموحدة هي سند قوي لتونس وسند قوي للبناء المغاربي وسند قوي للبلاد العربية. ومن هذا المنطلق فإن تونس تدعو الأشقاء في ليبيا إلى حسم خلافاتهم بالطرق السلمية وفي إطار الوحدة الوطنية الليبية. ومن هذا المنطلق يعني الحكومة التونسية اعتذرت للحكومة الليبية عن مشاركة قنصل تونس العام في بنغازي في احتفال نظمته الحركة الانفصالية في برق، والقنصل ذهب إلى هذا الاحتفال دون استشارة حكومته، وفهم من ذلك وأن تونس تساند الانفصال، لذلك تم الاتصال بالسلطات الليبية، والسيد عبدالله الكحلاوي المستشار الدبلوماسي السيد رئيس الجمهورية اتصل بالحكومة الليبية، وعبر أيضا وزير الخارجية الحكومة الليبية عن أسفه لهذه الحادثة الغير مبرمجة، ووقعت دعوة السفير للالتحاق بتونس، أي أنه القنصل التونسي في بنغازي وقعت دعوته للالتحاق بتونس وإنهاء مهامه. نقطة أخرى في خصوص السياسة الخارجية، مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات في روسيا رئيس الجمهورية يعني هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بانتخابه رئيسا للكونفدرالية الروسية، وتناولت المكالمة يعني ضرورة تعميق علاقة التعاون بين تونس وروسيا. وفي هذا الإطار الرئيس الروسي توجه بدعوة للرئيس محمد مرزوقي لزيارة روسيا، وقبلت الدعوة مبدئيا في انتظار أن تحدد يعني أو حد تاريخها لاحقا. لكن أهم ما تم في هذه المقابلة أو هذا اللقاء الهاتفي أو هذه المكالمة الهاتفية هو أن الرئيس التونسي محمد مرزوقي دعا نظيره الروسي إلى لعب دور أكثر فعالية تجاه الوضع في سوريا، تجاه الأزمة السورية، معتبرا أن روسيا لا يمكن أن تواصل الصمت تجاه المجازر التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين العزل والذين يسقطون يوميا بالمئات. وروسيا التي كانت تقليديا إلى صف أو تقف في صف الحركات التحررية ومع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا يمكن أن تواصل إطلاق رسائل يفهم منها نظام دمشق أنها تعطيه رخصة للقتل ورخصة للمجازر. النقطة الأخيرة تخص زيارة الرئيس التركي عبد الله جول إلى تونس. هذه الزيارة هي أول زيارة دولة يؤديها رئيس دولة أخرى إلى تونس بعد 14 جانفي، وكانت قد سبقت هذه الزيارة زيارة السيد رئيس الحكومة التركي إلى تونس، وكانت أول زيارة يقوم بها وزير خارجيتنا الدكتور رفيق عبد السلام إلى الخارج، كانت أول زيارة لتركيا. وبالتالي هذا دليل على أهمية العلاقة التونسية التركية في المرحلة المقبلة، ونحن مثل الأتراك تماما نعتبر أن هذه العلاقة متجهة إلى أن تصبح ذات طابع استراتيجي، وأن أسس تركيز شراكة استراتيجية بيننا وبين تركيا قد وضعت. بعد الرئيس التركي عبد الله جول قدم إلى تونس في هذه الزيارة زيارة الدولة، وكان مصحوبا بوفد كبير يضم أكثر من 80 شخصية من المستشارين الاقتصاديين والمستثمرين والسياسيين أيضا، وكانت هذه الزيارة مثمرة على أكثر من صعيد. تم إمضاء 3 بروتوكولات واتفاقيات، وهذه الاتفاقيات والبروتوكولات ستفتح أفاق جديدة للتعاون بين تونس وتركيا، خاصة في مجال السياحة ومجال النقل وأيضا مجال التعاون العلمي والتعاون الثقافي. أعطيكم مثال على ذلك، أن تركيا ستفتتح مركزا ثقافيا في تونس، وهو وتعلمون أن تركيا لها 18 مركز يعني 18 مركز ثقافي في العالم، ومركزها في تونس سيكون رقم 19. والرئيس التركي دعا الرئيس التونسي محمد مرزوقي إلى أن يكثف التونسيون نشاطهم الاستثماري في تركيا، وخاصة نشاطهم الثقافي،
وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون في هذه المجالات. الرئيس التركي عبر أيضا عن ارتياح حكومته وارتياح أوساط رجال الأعمال الأتراك لنجاح السلطة التونسية أو الحكومة التونسية في فضل الإشكالات المتعلقة بشركة تاف التركية، وكان هناك نواب لهذه الشركة قدموا في هذه الزيارة، وهذا يفتح أفاق للتعاون مع تونس في مجال النقل إجمالا. وأريد أن أركز على مسألة السياحة، كان هناك لقاءات مع كبار المستثمرين في قطاع السياحة مع الرئيس التركي قبل قدومه إلى تونس، ووقع تباحث سبل دعم السياحة التونسية والتركيز خاصة على أوجه استفادة تونس من الشبكة الواسعة لوكالات الأسفار التركية وشركات الأسفار التركية وشركات السياحة التركية في العالم، وخاصة في الأسواق البعيدة خاصة بالنسبة لروسيا. وهناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين تونس وتركيا في هذا المجال. في الموقف من المسائل الخارجية التي تشغل بال الدولتين، تم التطرق في هذه المحادثات بين الرئيسين ثم بين الرئيسين ووفدين موسعين إلى الموقف من فلسطين، والتركيز على ضرورة المساهمة في إفشال مخططات تهويد القدس، وخاصة بالنسبة للمسألة السورية والأزمة السورية. الرئيس التركي أكد للرئيس التونسي رفض بلاده لأي تدخل أجنبي غربي في سوريا، وهو ما يطابق تماما الموقف التونسي. هناك أيضا التأكيد على أن الجامعة العربية هي صاحبة الدور الأكبر في هذه الأزمة، وهي التي بإمكانها المساعدة على إحلال السلام في سوريا، وهو ما يتطابق تماما مع الموقف التونسي تجاه الأزمة السورية. هذا ما لدي أفدتكم به تجاه مواقف من كثير من المسائل. نحن فتحنا القصر الرئاسي لأطفال، للأطفال، للمثقفين، لممثلي المجتمع المدني، لعدد من فئات الشعب التونسي، واليوم نود أن نفتح لكل التونسيين ملفات إدارة مؤسسة رئاسة الجمهورية، إيمانا منا بحق الشعب صاحب السيادة ومانح الشرعية في معرفة ما يجري داخل هذه المؤسسة. تعرفون أن هذه المؤسسة ظلت طيلة عقود طويلة تدار بشكل فردي تسلطي محاط بهالة من القدسية الزائفة ومن السرية المطلقة، لم تكن تروج أي أخبار من هذا المكان عدا الصور المنطقات التي تبثها التلفزة حول النشاط الرئاسي. كما تعلمون لم يكن يسمح لأي كان من الفريق الرئاسي من الظهور في المشهد، لأن في ظهور أي كان في الصورة كان في فترة من فترات يعتبر مس من هيبة ووحدانية الزعيم. كما تلاحظون فتحنا هذا الفضاء، هناك أفراد من الفريق الرئاسي يظهرون في الصورة في كل يوم، هناك ندوات صحفية دائمة، هذه كل هذا في سبيل نزع تلك الهالة القدسية وفي سبيل القطع مع الماضي. السرية وغياب الشفافية في السابق أدت إلى تكون صورة خاطئة لدى التونسيين حول هذه المؤسسة وحول العاملين فيها، حيث نسجت الأساطير والإشاعات وغير ذلك. وقد اكتشفنا نحن الذين عشنا طويلا مع تلك الأساطير والإشاعات، اكتشفنا بعد وصولنا إلى هنا بقليل أن تلك الصورة كانت موهومة وبعيدة كل البعد عن الواقع، وربما كان ترويجها، وبالتأكيد كان ترويجها مقصود ومخطط له لإبقاء الهالة القدسية الكاذبة على مؤسسة الرئاسة خدمة فقط لصورة الرئيس. لكم أن تتخيلوا كم كانت المهمة صعبة في البداية عند قدومنا لهذا المكان، بعد أن شرفني السيد رئيس الجمهورية باختياري كمدير للديوان. بدأنا في هذا المكان في فريق فيه 5 أو 6 أشخاص من الشباب المقرب من الرئيس لاستلام إدارة هذه المؤسسة.
وتحريك عجلتها المعطلة. وجدنا أنفسنا في البداية في ظل مناخ معادي وحالة من التفكك والتسيب والتوتر. ورثنا جهاز كبير، كبير جداً، الجهاز فيه أكثر من 3000 شخص، متشعب ومعطب تماماً ومليء بالألغام والمشاكل. ورثنا وضعاً نفسياً على درجة من الرداء لأعوان وعمال عاشوا طيلة السنوات الماضية، طيلة ربما سنوات أو عقود طوال، عاشوا ثنائية فظيعة نعتبرها. كانوا يعيشوا حالة ثنائية، كانوا يعيشون داخل القصر وفي القصور والإقامات الخاصة التابعة لا فقط ليس فقط لرئاسة الجمهورية ولكن لعائلات الرئيس وأصهاره وغيره، وحتى داخل الإدارة كانوا يعيشون في حالة من القهر والتنكيل والاستغلال وأحياناً عدم احترام الآدمية، في حين كان ينظر لهم من الخارج، من خارج القصر حتى من إطار الأجوار والأقارب، ينظر لهم كمحظوظين ومتنفعين من النظام السابق ومتمعشين من المال العام مثلهم مثل أي واحد من عائلة الرئيس السابق وأقاربه. ورثنا أيضاً وضع هيكلي في المؤسسة غير سوي بالقياس إلى نسبة الكوادر والإطارات داخل الفريق المدني، وهنا أتحدث فقط عن الفريق المدني. نسبة الكوادر داخل الفريق المدني في رئاسة الجمهورية لا تفوق 5% على عدد قرابة 500 عامل مدني، هناك أقل من 20 كادر. وهذا يعكس العقلية التي كانت تتعامل بها مؤسسة الرئاسة سابقاً مع الأعوان. نحن نحتاج خدم يخدمون ولا نحتاج أناس يفكرون ويطورون وأناس يحاولون النهوض بهذه المؤسسة. الآن مر اليوم 90 يوم على وصولنا لهذا المكان. خلال 90 اليوم الماضية حاولنا أن نعمل بشكل متوازي على 5 واجهات. سأمر بسرعة نحيل لكم في آخر الجلسة الملف الصحفي الذي يحتوي على أغلب أهم المعلومات. الملف الأول الذي اشتغلنا عليه بالتأكيد وهذا مسألة طبيعية، تكوين فريق عمل حول سيادة رئيس الجمهورية في الديوان الرئاسي. فريق عمل لمسك الملفات وملء الفراغات الموجودة في الديوان والتي لم يتم سدها خلال الفترة الانتقالية للرئيس فؤاد المبزع إلا جزئياً نظراً لضعف النشاط الرئاسي والأفق السياسي في الفترة الانتقالية الماضية. مع العلم أننا احتفظنا بأغلب المستشارين التكنوقراط الذين تم انتدابهم خلال فترة الرئيس فؤاد المبزع خلال الفترة الماضية. والآن يمكن أن نقول أن فريقنا فريق الديوان فريق الرئاسي بدأ يكتمل، وبدأنا نصل إلى تركيبة شبه نهائية سنعود لها وستجدون تفصيلها في الملف. ووضعنا منهج عمل واضح المعالم، وضحنا بعض النقاط في الملف الصحفي الذي تجدونه في آخر الندوة. الملف الثاني الذي اشتغلنا عليه، الواجهة الثانية، كانت تنظيم النشاط الرئاسي. السيد رئيس الجمهورية لديه نشاط يومي، ولعلكم لاحظتم أن النشاط اليومي لرئيس الجمهورية هو نشاط مكثف جدا. وإذا نقوم ببعض المقارنات نقول أن نشاط السيد رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين الأولين من ولايته تجاوز نشاط الرئاسة خلال الفترة الانتقالية طيلة السنة التي دامت تقريبا أو أقل من سنة بقليل. والنشاط الذي حصل خلال 90 يوم الماضية تجاوز بكثير نشاط الرئاسة قبل 14 جانفي طيلة سنة كاملة. تنظيم النشاط اليومي يتطلب منا يوميا عمل كبير للتنسيق، لاختيار الضيوف والاتصال بهم والتنسيق معهم وغير ذلك، لترتيب المواعيد، لنشر المعلومة دور مؤسسة الإعلام، لإصدار المواقف وتنظيم اللقاءات والحوارات الصحفية وغير ذلك، ثم أيضاً لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجهات الرئاسية.
الواجهة الثالثة التي اشتغلنا عليها كانت ربط خيوط التنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي. تعلمون أننا في وضع نظام مجلسي بين فيه سلطات ثلاث، هذه السلطات تعمل كل من ناحيتها، ولكن تمكننا من وضع آليات عمل لإيجاد حدود لا بأس بها من التنسيق بين هذه المؤسسات، وآليات العمل هذه الآن بدأت تعمل ونأمل أن تتطور أكثر. ولعلمكم فقط أن هناك مجلس للرئاسات الثلاث حيث يلتقي الرؤساء الثلاث أسبوعياً من أجل تنسيق المواقف والتشاور، وألتقي مع ممثلي الرئيسين الآخرين بشكل دوري ونتبادل الأخبار، ولدينا خط تليفوني ساخن بيننا لتبادل الأخبار والتنسيق في أغلب المواقف. الواجهة الرابعة لعملنا كانت تحسين مناخ العمل للعمل وللأعوان في مؤسسة الرئاسة عبر إجراءات ومعاملات أيضاً، لأن حتى المعاملات جانب مهم جداً ترد الاعتبار لهم، وعبر ترسيم العشرات منهم، وعبر ربط علاقات تنسيق وتعاون مع النقابة الممثلة لهم. البارحة فقط كان لدينا اجتماع مطول مع النقابة، تشاورنا فيه وتداولنا فيه في أغلب نقاط الاهتمام لدى العمال، وتقدمنا في بعض الملفات ونواصل التشاور في ملفات أخرى، وكل هذا في إطار تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة في سبيل حل المشكلات التي ورثناها عن الإدارات السابقة. النقطة الخامسة والأخيرة، الوجهة الخامسة لعملنا كانت هي إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة دائما في إطار القطع مع الماضي، ليس فقط مؤسسة الرئاسة هذه التي نحن فيها، بل أيضا المؤسسات التابعة لها. لعلمكم هناك عدة مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية، أهمها طبعا وأنتم تعلمون هذا مؤسسة الأمن الرئاسي، لدينا مؤسسة الموفق الإداري، وهنا أعطيكم هذا الخبر الذي يهم الموفق الإداري، حيث عيننا السيد أحمد عظوم الوزير السابق لأملاك الدولة كمسؤول أول على مصالح الموفق الإداري، وقد بدأ عمله منذ بعض الأيام، وسيخرج الخبر في الرائد الرسمي خلال في الأيام القادمة. هناك لدينا أيضا هيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هناك لدينا هيئة الرقابة المالية والإدارية، وهناك مؤسسة شركة الإقامات المسمات سابقا بمنتزه جمرت، وهناك أيضا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، كل هذه مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية. وقد بدأنا عملية إعادة هيكلة وتفعيل لهذه المؤسسات، لأنها كانت تدور كلها في ظل منظومة لا تسمح لها بالتفعيل، لا تسمح لها بالإبداع والابتكار، والآن نحاول أن نخرج بهذه المؤسسات من منظومة التكلس والفساد والمحسوبية إلى منظومة جديدة مبنية أساساً على الابتكار وعلى المسؤولية، وفي هذا أيضاً قطع مع أمراض الماضي. أعود بسرعة ولن أطيل كثيراً حول الفريق الرئاسي. وردت علينا في المدة الماضية عدد من الاستفسارات والانتقادات، وربما بعض التحامل في بعض الوسائل الإعلامية حول تركيبة الديوان الرئاسي، أساساً حول صغر سن غالبية أعضاء الديوان وضعف تجربتهم وانتماء أغلبهم إلى دوائر العلاقة الحزبية والشخصية للسيد رئيس الجمهورية ولمدير ديوانه. وهنا يجب أن نشير إلى أن هذه الانتقادات، أغلب هذه الانتقادات طبعاً مع تأكيدنا واحتسابنا لحسن النية في هذه الانتقادات، ناتجة من حسب نظرنا عن سوء فهم طبيعة الديوان. الديوان هو حلقة الثقة الضيقة حول رئيس الجمهورية. الديوان يتطلب معرفة سابقة، يتطلب ثقة مطلقة، يتطلب سرية، يتطلب تحفز، يتطلب عمل يتجاوز بكثير الساعات الإدارية،
وهذا يتطلب أن تكون الفريق فريق منسجم وفريق متكامل وفريق يتمتع بثقة رئيس الجمهورية وبثقة المؤسسة. لهذا السبب تم اختيار هذا الفريق على أساس الثقة المطلقة وعلى أساس الكفاءة أيضاً. ستجدون في الملف الصحفي جدول فيه مقارنة بين فريقنا الرئاسي الحالي وفريق الرئاسي مباشرة قبل 14 جانفي 2011، فريق الرئاسي التابع لنظام المخلوع. إذا نأخذ بعض المقارنات السريعة وأترك لكم التفاصيل في الوثيقة، أن التوزيع العمري لأعضاء الديوان الرئاسي الحالي هناك فرق كبير جدا. معدل أعمار أعضاء الديوان الرئاسي الحالي هو 35 سنة، في حين كان معدل أعمار أعضاء الديوان قبل 14 جانفي 58 سنة، 35 إلى 58 سنة. إذا نشوفوا الجدول في الفئة من 25 إلى 34 سنة، في العمر من 25 إلى 34 سنة، في فريقنا الحالي هناك 57% من أعضاء الديوان في هذه الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، مقابل 5% فقط في ظل الفريق قبل 14 جانفي. هناك أيضاً فئة ما بين 35 و 44، 25% في فريقنا و 5% في الفريق السابق. تنقلب الصورة من 55 إلى 64 سنة من 3.5 في فريقنا إلى 35% في الفريق السابق. من 65 إلى 74 سنة عندنا 3.5 في فريقنا إلى 25% في الفصل السابق في الفريق السابق. هذا نحن لا نقوم هنا لم نختر حقيقة أن نقصي التجربة، بالعكس نحن استفدنا من التجارب واستفدنا من أشخاص نوعيين في فريقنا لديهم تجارب كبيرة في مؤسسات وطنية ومؤسسات دولية وغيرها. نحن استفدنا من خبرات التكنوقراط الموجودين داخل فريقنا، ولكن ركزنا في فريقنا أساساً على الشباب المتحفز القادر على تجاوز العقبات. هذا انسجاماً منا مع روح الثورة، انسجاماً منا مع الروح الجديدة داخل مجتمعنا، وهو خيار جربناه حزبياً. أتكلم الآن على ملف ثاني، على انتماء آخر جربناه سابقاً في حملات انتخابية وأثبت جدارته، ونحن متأكدون أن الأيام ستثبت جدارة هذا الاختيار، وأننا رهاننا على هذه المجموعة سيكون رهان رابح، وأن فريقنا سيكون قادر على تأسيس رئاسة جديدة، لأن هدفنا حقيقة هو إنجاح هذه الرئاسة بالتأكيد، ولكن هدفنا الأكبر هو أن نؤسس لرئاسة جديدة، أن نسلم بكل فخر وبكل سرور وبكل اعتزاز مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى من سيأتي به الصندوق الانتخاب في المرة القادمة أو في المرة التي تليها إن تواصل هذا الفريق في هذه المكان. سنسلمه بكل فخر واعتزاز مؤسسة جديدة منسجمة مع روح العصر، منسجمة مع أهداف الثورة، منسجمة مع متطلبات الواقع الجديد لبلادنا. وشكرا لكم، وفي انتظار أسئلتكم. أجيبك على هذا السؤال. رئاسة الجمهورية تدرس إلى حد الآن مسألة المشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد في نهاية هذا الشهر، وهناك بطبيعة الحال ميل إلى المشاركة، ولكن الرئاسة التونسية لم تتخذ القرار النهائي في النقطة هذه، وتنظر في الإضافة التي ستعطيها هذه المشاركة، لأنه المهم بطبيعة الحال ليست المشاركة في المطلق وإنما في نوعية المشاركة. رئاسة الجمهورية أخذت هذه المبادرة لأنها كانت هي التي أخذت مبادرة جعل يوم 13 مارس يوماً لحرية يوم وطنيا لحرية الانترنت في تونس. فهمت هذه المبادرة خطأ، وهو أنه الذين جاءوا لهذا المكان في هذه القاعة فهموا أن الأمر يتعلق بتكريم المدونين،
الأمر كان يتعلق بتكريم ذكرى الشهيد زهير اليحيى، ومن سوء الحظ أنه عدد من الحاضرين هنا لم يفهموا ذلك. كان يفترض أن يشاركهم أنفسهم في التكريم، وهذا ما غاب عن أذهان البعض منهم. على الأقل على كل نقوله أحنا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، وهو أن الفضاء ظهر لهم كفضاء يستطيع استقبالهم ويستطيعون الحديث فيه بكامل حرية، وحتى نقد رئيس الجمهورية وأحيانا نقد جارح لرئيس الجمهورية، ليست لنا أي مشكلة في هذا. وعندما وقع استقبال هؤلاء المدونين، مرحبا بهم في كل وقت، كان بإمكان يعني منحهم من اصطحاب أدوات التصوير، لكن احنا أردنا أن يكون اليوم حر بالفعل. يعني لا يمكن أن تدعي تنظيم يوم لحرية التدوين وعيد وطني أو يوم وطني لحرية الأنترنت ثم في نفس الوقت تمنع الناس من نقل بستريمينج ما حصل. احنا ننظر إلى المسألة من زاوية نظر إيجابية، برغم التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حصلت، وحتى إن كانت هناك تجاوزات نحن لا نعتبرها تجاوزات خطيرة، نحن قابلون بها. حول السؤال الأول، لقاء الرئاسات الثلاثة كان من المفروض أن يكون البارحة، ولكن وجود السيد حمد جبالي في خارج تونس في مهمة خارج تونس أجله إلى اليومين القريبين القادمين. اللقاء السابق كان كسابقي مركز في أنا كان في جدول أعمال في جملة من النقاط الداخلية والخارجية. في كل لقاء يبدأ كل لقاء بتقديم تقرير عن مجمل الأنشطة وأهم الأنشطة خلال الفترة السابقة، التناقش حول القرارات التي يجب اتخاذها في القضايا الداخلية والخارجية. من بين القضايا التي طرحت في اللقاء السابق كان قضية الاتحاد عن تونسي الشغل وعملية كيفية احتواء الأزمة التي اندلعت في تلك الفترة. كان هناك حوار حول القمة العربية، كان هناك حوار حول طريقة الاستفادة من الاستثمارات الخارجية، باعتبار هناك طلب كبير في المدة الماضية على تونس من قبل رجال أعمال من مختلف الجنسيات، وطلب كبير لمقابلة المسؤولين الكبار، وكان هناك تنسيق حول النقاط هذه وجملة من النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك حول قضايا وطنية وخارجية. وهذا اللقاء تتلوه دائما لقاءات تنسيق ثنائي ما بين مختلف الفرق، بين الفرق الثلاث. هي الإجراء هو استدعاء، هو عقاب، هو إجراء عقابي، بالتالي المسك ماهوش شخصي وليس في أي تشفي، هذا إجراء عادي. سمحني نجاوبك، هذا إجراء عادي. هذا القنصل موظف في وزارة الخارجية، ويعني حضر في مناسبة ذات حساسية، أو أشقائنا في ليبيا حساسون لها، وتتناقض في المعنى التي أوحت به مع الموقف التونسي تجاه الوضع في ليبيا. نحن لا نساند أي حركة انفصالية في ليبيا، نحن نعتقد أن ليبيا موحدة هي سند قوي لتونس، ولأنه لم يستشر حكومته ووزارة الخارجية التي يتبع لها وقع استدعاؤه من منصبه. لم نقل أن هذه التعطيلات تدخل في باب المؤامرة أو التآمر، هذا لنكون واضحين. ثم نخير أنه وهو الأمر هكذا بالفعل، هو الأمر لا يتعلق بأطراف والمسألة ليست سياسية. نحن ورثنا إدارة فيها سلبيات وفيها إيجابيات. من إيجابيات الإدارة التونسية أنها لم تنهر، لم تسقط طيلة الفترة التي شهدتها البلاد الأحداث والاضطرابات الأمنية إلى آخره، والإدارة كانت أمسكت جهاز الدولة، يعني لم يحدث انهيار. ولكن هذا الجانب الإيجابي، هذا فيه أيضا جانب سلبي، وهو أن الإدارة ثقيلة جدا، ثقيلة. وحتى يتحول المستثمر من مرحلة نية الاستثمار إلى أن يبدأ المشروع في الإنتاج يقع استغراق وقت طويل في التعقيدات الإدارية والعمليات الإدارية، في حين أن هناك استعجال، ونحن نتفهم ذلك، ونحن حريصون على تتم الأمور بسرعة كبيرة جدا، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بتقليص الآجال الإدارية. عندما تحدث السيد رئيس الجمهورية عن مسألة، تعطيك مثال لهذا، عن مسألة الانتخابات البلدية
وبغض النظر عن إمكانية إجراء هذه الانتخابات أو عدم إجراءها في ظرف 3 أو 4 أشهر، كان منطلق من فكرة أنه البلديات عندما تكون هناك مجالس بلدية منتخبة وتعرف صلاحياتها وتمارس صلاحياتها، الكثير من الضغط على الحكومة يزول. الكثير من الاستثمارات عندما تتوجه إلى الجهات تجد عراقيل من النوع الإداري، أنه بعض النيابات الخصوصية التي عوضت المجالس البلدية التي وقع حلها لا تستطيع اتخاذ مواقف، والكثير من عناصر النيابات الخصوصية برغم تقديرنا لجهدهم في وقت حساس يعني ليست لهم التجربة الكافية للتعامل مع التعقيدات الإدارية. نحن نطالب أو نعتقد ونطالب في نفس الوقت أنه لا يمكن أن يتحقق تسريع الاستثمار دون ثورة حقيقية على مستوى الممارسة الإدارية. ونتحدث عن ثورة حقيقية، نتحدث عن أكيد ضرورة المراقبة، مراقبة المصاريف والحرص على أن لا يكون هناك فساد، ولكن لا يمكن أو لا يجب أن يتم ذلك عن طريق تطويل الإجراءات الإدارية. بالعكس، نحتاج إلى التقليص من الإجراءات الإدارية إلى الحد الأدنى. لا، احنا ما قلناش اعداء الديمقراطيه الذين يعطلون عمل الحكومه، قلنا اعداء الديمقراطيه الذين لا يرضون بحكم صناديق الاقتراع. من بين اعداء الديمقراطيه هناك فئه من التي لا ترضى بحكم صناديق الاقتراع، هذا ما ورد في الخطاب. طيب، لانه هذا كان في سياق خطاب حول الديمقراطيه وان الصراع اليوم هو بين الديمقراطيه وبين اعدائها، ونحن نعتقد ان الصراع هذا طبيعي جدا، طبيعي، لانه كان هناك اناس يمسكون بدواليب الدوله، خرجت من بين أيديهم دواليب الدولة بعد الثورة، وجزء آخر خرجت من بين يديه الأمور بعد الانتخابات، فشيء طبيعي أن لا يكون هؤلاء راضين، طبيعي جدا. نحن ننظر للمسألة على أساس أنها طبيعية، وننظر للمسألة على أساس أنها مواصلة لهذا الصراع، وننظر للمسألة على أساس أنها يجب أن تحسم باتفاق الجميع على أن مثل هذه التنافسات أو الصراعات إنما تحل بالطريقة الديمقراطية وفي إطار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. تحدثنا عن سلوك وهو سلوك طبيعي في مثل هذه الأوضاع، ولم نتحدث عن أشخاص. Donc pour la coordination ça ne veut pas dire que on marche tous à la même vitesse que qu'on adopte tous le même discours. Il y a chacun a une estimation de la situation. On est tous dans le même cadre, le cadre commun de la gestion des affaires du pays. Chacun des trois présidents garde une certaine marge de manœuvre. Concernant la position par rapport au régime syrien, le président n'a jamais fait un appel au président syrien de venir en Tunisie ou de lui accorder l'asile politique. C'est pas un appel du gouvernement, enfin de président tunisien. C'était en fait en réponse à une question. La question était si on sait jamais, aucun pays n'accepte de recevoir le président syrien pour résoudre ce problème, est-ce que la Tunisie serait prête à accueillir ce régime-là? Il a dit si aucun pays n'accepterait de recevoir ce président, on est prêt à le recevoir pour diminuer la souffrance du peuple syrien. Donc c'est conditionné, ça n'a jamais été un appel direct. Monsieur Hamad Jibali, hier, il a dit que l'État tunisien ne veut pas accorder l'asile politique. Ce n'est pas notre volonté à nous, ce n'est pas une position qu'on défend, mais c'était plutôt une position dans le cadre d'une interview pour le but suprême était d'alléger la souffrance du peuple syrien. Concernant le cabinet, vous m'avez dit combien de personnes dans ce cabinet-là. Si on parle du membre du cabinet proprement dit, donc j'exclus bien sûr les administratifs et les ouvriers qui sont là, qui étaient là d'ailleurs. On n'a pas rajouté de cadre administratif. Le membre du cabinet, on est moins d'une trentaine, alors qu'il était une cinquantaine il y a quelques mois. Enfin, il y a plutôt plus d'un an, durant la période transitoire en fait, avec le président Baza,
Il y en avait une douzaine de conseillers, et là on passe à presque un peu moins d'une trentaine. Absolument non, il n'y a aucun gouvernement bis ici dans le palais de Carthage. On ne se substitue pas au gouvernement, on ne fait pas le travail des ministres. Nous, on est là tout d'abord pour aider M. le Président dans son activité quotidienne, qui est une activité très chargée. On est là pour traiter les demandes, les centaines de demandes qui arrivent tous les jours ici au palais de Carthage de la part de citoyens tunisiens. On transfère ces demandes-là vers les administrations concernées. On est là également pour aider le gouvernement en recevant les hommes d'affaires, en recevant les hommes de culture, les hommes de théâtre, les journalistes, etc. C'est pour aider le gouvernement dans cette mission-là. C'est dans le cadre de l'entraide, c'est dans le cadre de la collaboration, mais jamais, jamais de la substitution au gouvernement. On n'accepterait jamais de jouer ce rôle-là. Et on est là pour faciliter la relation et pas pour créer du blocage entre le gouvernement et la présidence. تحدثت عن ما ورد مؤخرا عن اعتقال العقربي السيد العقربي في فرنسا موقف رئيس الجمهورية كيف ستتعامل مع هذا الموضوع وهل لكم علاقات مع الجانب الفرنسي لإعادتها إلى تونس؟ شوف الموضوع هذا هو أولا في إطار تنسيق بالإنتربول ثم بطاقة جلب ضدها والحكومة التونسية الحالية ورئاسة الجمهورية تساند الحكومة التونسية الحالية في الإبقاء على بطاقة الجلب. المسألة في التنسيق الأمني الآن ونحن نرغب فعلا في رؤية متهم وأي متهم بما في ذلك سيد العقربي تمثل أمام القضاء للرد على التهم الموجهة لها سواء كان الأمر يتعلق بهذا المثال أو بأي مثال آخر. مرة أخرى سؤال للأستاذ عماد، هل سيتم يعني التفريط في بعض المؤسسات التي كانت خاضعة للرئاسة مثل شركة إقامة جمارت، وما هي الوضعية القانونية لهذه الشركة التي أثارت حولها عديد التساؤلات؟ نعم، هذا كان من بين الملفات الشائكة التي ورثناها والتي لم نختر أن تكون لدينا. هذه الشركة هي في قانونها الأساسي هي شركة خاصة فيها مساهمة، هي تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ولكن لديها مجلس إدارة خاص فيه عضو فقط من رئاسة الجمهورية وعضو من وزارة الشؤون الدينية وأعضاء من إدارات ومؤسسات أخرى. هذه مؤسسة رأس مالها هو مكون من 99.93% تابع للدولة التونسية و 0.7% تابع لخواص يرفضون بيع أسهمهم، ولا زالت هناك بعض العقبات حول الجانب القانوني لهذه المؤسسة. كما قلت ليست لدينا نية داخل رئاسة الجمهورية لإبقاء هذه المؤسسة تحت الرئاسة إلى الأبد. نود أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة ناجحة وفاعلة، نود أن يتم التدقيق في حساباتها وقد تم ذلك لمعرفة التجاوزات السابقة إن وجدت، وأعتقد بل أؤكد أن هناك أبحاث قضائية في هذا المجال. نود لها أن تستعيد عافيتها، أن تتخلى عن احتكار الحج والعمرة، وأن يتم تحويل هذا الموضوع إلى السوق الوطنية، وقد وقع بعض الاتفاق في هذا الجانب. ولكننا الآن نسعى من خلال العنصر الذي وضعناه الذي أرسلناه ليكون داخل مجلس الإدارة، نسعى إلى أن تكون المؤسسة أكثر شفافية وأكثر فعالية وأكثر نجاعة، وأن يتم تسوية ملفها القانوني بشكل يضمن أساساً مصلحة دافع الضريبة التونسي، ويضمن أيضاً مصلحة
المتمتعين بالخدمات اللي هم زوز أصناف تقريبا، الصنف الأول اللي هم الحجيج والمعتمرين التونسيين، والصنف الثاني واللي هو الدولة التونسية باعتبار أن هذه المؤسسة هي التي ترعى الإقامات الرئاسية التي تستقبل كبار ضيوف تونس من رؤساء دول وأمراء وملوك ومسؤولين كبار في منظمات دولية. قلتم أن رئاسة الجمهورية تدين الاعتصامات خاصة لا لم نقل ذلك، خاصة التي تصل إلى حد التشهير، فلماذا لم يتم فك الاعتصام أمام التجزئة الوطنية إلى حد اليوم والذي يدخل أسبوعه الثالث؟ لم نقل أن الرئاسة تدين الاعتصامات، هذا واضح وستجدون هذه الفقرة في الملف الصحفي. نحن قلنا أن نريد أن نساعد على حل الإشكالات الموجودة في القطاع الإعلامي، ولكن حل هذه الإشكالات لا يمكن أن يتم في جو متوتر، وأن مع تقديرنا لحرية ممارسة التظاهر والتعبير إلا أننا ندين أن تتحول هذه الاعتصامات أو هذه المظاهرات بصفة إجمالية إلى ثلب وتشهير هو إن تم وبعضه يتم يقع تحت طائلة القانون. هذا هو الموقف بوضوح. أما لماذا لم يرفع الاعتصام، فأعتقد أنه كان هناك مسؤول عدلي أو قضائي في زيارة الاعتصام، ورأى هذا المسؤول اللي هو وكيل الجمهورية أعتقد أو نائب وكيل الجمهورية أن هذا الاعتصام لا يعني تتوفر فيه الشروط التي تفرض على الداخلية الدخول لفضه. لكن موقفنا كرئيس الجمهورية واضح، نحن نميز بين حرية التعبير وبين ثلب الناس، وكل من يتعرض للثلب بإمكانه تقديم قضية و يعني العدل والقضاء لا يجب أن يسلط على أشخاص دون أشخاص. والموقف من الاعتصامات ليس موقفا مطلقا، المسألة تتعلق بالاعتصامات التي تتحول عن أهدافها والتي يحصل فيها ثلب واعتداء على كرامات الناس، وهو أمر غير مسموح به ولا تبرره ممارسة حرية التعبير. لكن هذا الاعتصام فيه ثلب. نعم فيه ثلب وتشهير بالصحفيين. تقدم، هل قدمت قضايا وأين وصلت؟ يفترض تقديم قضايا بمن يعني يرتكب فعل الثلب ومتابعة هذه القضايا فقط. يعني لا يكفي القول أن هناك ثلب دون تقديم قضايا، وكما صار قضائي مسار عدل يجب أن يأخذ مجرى. شوف، بالنسبة لمسألة اقتطاع الأجور، المسألة تخص الحكومة وتخص وزارة المالية بالذات والوظيفة العمومية، وبالتالي يطرح هذا السؤال على يعني الذي يمسك بالملف مباشرة. ولكن الموقف العام أعتقد أنه هناك ترتيب للأجور، مثلا على سبيل المثال من أجره أقل من 500 دينار لن يقع اقتطاع يعني أي يوم له، بالإضافة إلى أن هذه الأيام سيتم اقتطاعها بطريقة متباعدة ثم بطريقة تراعي الاختلافات بين الرواتب وبين الأجور، ويعني يفهم ذلك بالنظر إلى يعني ما نعيشه على المستوى الاقتصادي من صعوبات. بالنسبة للوضع في منوبة، أولا خلينا نقول اللي على سبيل المثال أمس أو أول أمس كان بالإمكان الدراسة، ولكن كان هناك يعني ربما عدد من الأساتذة لم يلتحقوا أو كان في ظنهم أن الدراسة غير موجودة، أو بعض الطلبة كانوا ربما يعتقدوا أن الدراسة لم تستأنف. الدراسة موجودة، وأعتقد أنه الحديث البعض عن سنة بيضاء نرجو أن لا يكون حديثا سياسيا، نرجو أن لا يكون حديثا سياسيا. من غير الجيد أن نتحدث اليوم عن سنة بيضاء، خاصة أنه هذه الوضعية، وضعية كلية الآداب في منوبة، هي وضعية ذات حساسية خاصة، وضعية ذات صعوبة خاصة. ونحن في الحقيقة وكان لرئيس الجمهورية في الأسبوع الفارط لقاء مع رؤساء الجامعات، ووقع التطرق فيه إلى أهم المشاكل التي تعرقل يعني أداء الجامعات التونسية لمهامها، ووقع التأكيد على خصوصية الأزمة الموجودة في كلية الأدب في منوبة. ونعتقد أنه وزارة التعليم العالي مستعدة للمساهمة، لكن وزارة التعليم العالي عندما يسأل البعض يقول فين وزارة التعليم العالي مما يحدث، هذا يتناسى أنه الكليات في جانب كبير من أنشطتها تقع تحت إشراف المجالس العلمية والعمداء، تقع تحت إشراف المجالس العلمية والعمداء. فنفس الشيء بالنسبة للأمن،
شفنا أن الوضعية هذه يجب أن يقع السماح للأمن بالدخول، وفي مرات كثيرة يطلب الأمن ثم لا يطلب الأمن، يعني أعتقد المسألة هذه الشائكة. لكن خلينا نقول إحنا اللي يفترض أنه جميع الأطراف اللي عندها علاقة بالوضع في منوبة أنها تلتقي وتتحدث، وأعتقد أنه وقع أعلن موقف من طرف بعض مراجع السلفيين بفضل الاعتصام نهائيا في منوبة وترك الأمور لوزارة التعليم العالي، وأعتقد أنه هذا حل معقول جدا وحل جيد.